مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت قبل الفاصل انه في فصل الصيف الحقيقه الامراض شويه بتزيد، بس مش بس الامراض اللي ليها علاقه بالصدر والحساسيه، الامراض بشكل عام مع ارتفاع درجات الحراره وان الانسان بيبقى مش مستقر في مكان واحد وبيتنقل من مكان الى اخر. كمان بعض الناس اللي بتروح تصيف في الشاليهات او الفلل او الشقق السكنيه الخاصه بيها اللي بتبقى للاسف مقفوله لفتره طويله جدا جدا وما بيكونش فيها تهويه، اول ما بندخل بنستنشق الهواء ده، فيا ترى ممكن ايه اللي يحصل لنا وليه في فصل الصيف تحديدا بتزيد امراض الحساسيه والصدر بشكل عام؟ الكلام ده هنعرف اجابته من الاستاذ الدكتور خالد عيد، استاذ الامراض الصدريه. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم، منورني. يا ربنا يبارك لكم ويبارك لكم على الاستوديو الجديد الجميل ده. ميرسي يا دكتور. يعني الواحد كان بيجي قبل كده كان مجرد يعني شقه، انما دلوقتي بقى حاجه هو ماشي الأول على نظام علمي كان حلو، بس دلوقتي بقى احلى. يعني يا رب دايما كده نبقى دايما للافضل باذن الله ان شاء الله. دكتور خالد، الناس في الصيف زي ما قلنا انها بتنطلق بقى ويبتدي موسم الاجازات وبنتحرك من مكان للتاني، ليه تحديدا في فصل الصيف بنكون عرضه بشكل اكبر للامراض الصدريه وكمان الحساسيه؟ هو في فصل الصيف في ثلاث حاجات اساسيه بتحصل. نمره واحد الحر الشديد، والناس بتبتدي تستخدم التكييفات والمراوح، ويبقى في تغيير مفاجئ من الحراره العاليه للبروده الشديده، وده بيؤدي الى طبعا ادوار البرد. وادوار البرد دي لو شخص عنده حساسيه يبقى تبتدي تظهر الحساسيه فيه وتبتدي يدخل في ادوار شديده للحساسيه او ادوار حاده للحساسيه. او لو واحد مقاومته ضعيفه مثلا بيعاني من قلب، بيعاني من سكر، بيعاني من الكلام ده، ده ممكن يبتدي دور البرد ده يتحول لالتهاب رئوي ويبقى الامور اشد شويه في معالجتها. طب احنا المفروض نعمل ايه واحنا لسه داخلين على البيت، البيت مغلق تماما مثلا طول فصل الشتاء واكيد ما فيش تهويه جيده، المفروض اول ما ندخل نعمل ايه؟ هو حضرتك بتتكلمي على محور تاني اللي هو محور ان انا مثلا قاعد في القاهره وقررت ان انا اروح اصيف في اسكندريه او في اي مكان والشقه مقفوله. اولا الشقه المقفوله دي زي ما حضرتك بتقولي كده بيبقى فيها الفطريات والحشرات الصغيرة جدا أو اللي بنسميها أراضيات، دي بتبقى موجودة بكثرة لأن الشقة مش متعرضة للشمس، وعدم التعرض للشمس ما بيموتش الحاجات دي وبيبقى فيها رطوبة عالية. فهو المفروض إن إحنا أولا اللي يروح الأول ينظف الشقة أو يفتحها يكون ما عندوش حساسية في الصدر، ولو هو عنده حساسية في الصدر يبقى لازم قبل ما يدخل الشقة يبقى لابس كمامة، لأن هي دي اللي هتخليه ما يستنشقش الحاجات اللي موجودة فيها. الشقه طبعا لازم تتهوى كويس، لازم تتنظف كويس قبل ما تدخل. في حاجه تانية مهمه غير موضوع الحساسيه، ان برضو ان احنا التكييفات اللي هي ما بقالها طول الشتاء ما تستعملش، وحنفيات الميه اللي بقالها برضو طول الشتاء ما تستعملش، دي بتكون ميكروبات بنسميها ميكروبات غير نمطيه، ومجرد ما الواحد يدخل مثلا يستحمى او يشرب من الميه دي الميكروبات دي يبتدي تسبب له في التهاب رئوي. فعشان كده يفضل ان انا التكييف ده قبل ما استعمله لازم انضفه كويس وانضف الفلاتر بتاعته، الميه حنفيات الميه والدشاش لازم تتفتح لفتره لغايه ما تبتدي موضوع الميكروبات اللي متحوشه في الانابيب دي كلها تبتدي تتغسل وتتشال. تمام. الاطفال بقى يهموني بالدرجه الاولى يا دكتور، لان هم بيكونوا اكتر حساسيه للعوامل دي، بيتاثروا بشكل اسرع من الكبار، المفروض ان الام تتصرف ازاي، وتحديدا لما تبقى عارفه ان ابنها عنده حساسيه تتصرف معاه ازاي؟ يعني مهم جدا نمره واحد التغييرات المفاجئه للجو. يعني ما يجيش وقع الطفل عمال يلعب ويجري وعرقان ميه ويروح داخل لي في وش تكييف او في وش مروحه. لا، لو هو داخل البيت نطفي المروحه وننشف العرق اللي بتاع الطفل وبعد كده نولع زي ما احنا عايزين. دايما احنا بنفرح في البروده الشديده بتاع التكييف. يعني تبص تلاقي معظم الناس بتخلي التكييف على 16. لا بلاش 16 دي، المفروض البروده المثاليه اللي هي ما بتعجبش الناس اللي هي 24. بالظبط. يعني الحراره من 22 ل 24 مش اقل من كده، علشان خاطر الجسم هو ده، لان بالذات فتره النوم لما انا باجي انام المخ بتاعي ما بيشتغلش زي ما بيشتغل وانا صاحي، وبالتالي ممكن درجه حراره اللي هي 37 بتاعت الجسم تبتدي تنخفض عن كده واحنا نايمين. انخفاض عن كده بيؤدي للخبطه في المناعه بتاعت الجسم وبالتالي يؤدي للحساسيه او للالتهابات. يعني احنا المفروض يا دكتور اهم حاجه ان ناخد بالنا منها
اننا نتجنب تماما التغيير المفاجئ في درجات الحراره. ده مهم جدا. طيب خلينا نركز اكتر على موضوع الحساسيه. الحساسيه في البدايه ممكن يكون اسبابها ايه؟ الحساسيه اولا هي حاجه وراثيه، وبالتالي الحاجه الوراثيه لغايه دلوقتي ملهاش علاج، يعني زي السكر زي الضغط، كل الناس بيجي لها سكر وبيجي لها ضغط. انما هو المطلوب في الحساسيه، الحساسيه لها سبب، لو احنا منعنا السبب ده خلاص الحساسيه خفت، لان انا بعدت عن السبب. اشهر اسباب للحساسيه اللي هي زي ما قلنا لسه قايلين دلوقتي، التغيرات المفاجئه للجو، وزي ما احنا قلنا تراب البيت اكتر حاجات بتعمل حساسيه، وبالتالي الحاجات اللي بتحوش تراب كتير زي السجاجيد زي الموكيت. يعني دايما اللي عنده طفل عنده حساسيه يفضل بيته ما يكونش فيه موكيت. ليه؟ لان انا صعب جدا ان انا انضف الموكيت كامل، لان الموكيت بيبقى ممتد تحت السرير وتحت الدولاب، وعمري ما هوصل لتحت السرير وتحت الدولاب عشان يتنضف. ويفضل ان تكون الارضيات بلاط، ولو كان فيها سجاد السجاد والمرتبه اللي بينام عليها اكتر حاجه تحوش تراب المرتبه. الحاجتين دول لازم يتنضفوا يوميا بالمكنسه الكهرباء عشان نقلل كميه الايه التراب اللي فيهم. تاني حاجه ان ممكن الاطفال دي يحصل لهم حساسيه من الطيور والحيوانات الاليفه. ما ينفعش مثلا واحد عنده حساسيه وبيربي لي قطه في البيت او عنده عصافير، والحاجات دي كلها نحاول نتفاداها في البيت. يعني هو تغييرات الجو والأتربة بتاعت البيت مش تراب الشارع والطيور والحيوانات الأليفة. في حاجات تانية ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. بمعنى إيه؟ يعني في ناس بتبقى لو عندهم حساسية من حبوب اللقاح. لو هو عنده حاجة زرع مثلا حوالين البيت، عنده جنينة حوالين البيت أو بيربي حاطط زرع في البلكونة، ولما بيظهر الزرع ده بيتعب، دي تبقى حساسية موسمية. يبقى في الحالة دي بلاش الزرع ده، يغيره بحاجة تانية. طب يا دكتور، يعني زي ما اتكلمت على الاطفال برضو يهمني الامهات برضو ربات البيوت، ساعات بيكون عندها حساسيه من بعض التوابل، من بعض الروائح النفاذه، من بعض الابخره اللي موجوده في المطبخ، ولكن يعيني هي مضطره انها فعلا تكون موجوده في داخل المطبخ لعدد ساعات طويله، هنا هي تتصرف ازاي؟ هي برضو نمره واحد إن مش لازم الواحد عنده حساسيه يبقى حساس لكل حاجه. لا، كل شخص بيبقى حساس لحاجه او حاجتين او ثلاثه. بعض بعضهم يعني هي لو هي عندها حساسيه لحاجات معينه، يبقى اولا ساعه ما اشتغل في المطبخ لازم يبقى فيه شفاط عشان يسحب لي الدخان بتاع التحمير ودخان الطبيخ ده، او شباك المطبخ يبقى مفتوح. تمام. لو هي عندها حساسيه من بهارات معينه يبقى نغيره بنوع ثاني، او نلبس كمام. يعني هو ملناش حل غير الاثنين دول، يا اما تلبس كمامه او تغير تضحك حضرتك. بس صعب ان انت هتلاقي واحده تقول ده بالعكس، ده في البيت مش حدش هيشوفها، ده هي بالزبط. المشكله لما نتكلم بره. صحيح. وبرده احنا نسينا مهم جدا حكايه التدخين. أيوة، حدش يدخن في البيت. طبعا يعني. لا، ومش بس في البيت، للاسف كمان بقى في التدخين السلبي، وحضرتك عارف في فصل الصيف الناس بتبقى اعدادها بتتزايد، وبيبقى الواحد بيدخن مش بيراعي ابدا الانسان اللي قاعد جنبه او المحيط بيه في المكان. فمفروض لو انا شفت حد بيعمل كده، طب انا مش قادر اطلع بره المكان اعمل ايه؟ لا، مفروض ان اللي بيدخن ده يراعي، يعني يراعي شعور الناس الثانيه ويراعي حالتهم الصحيه. يعني لا، هنفترض واحد يعني زوج بيدخن في البيت، لا ما يدخنش. يعني يا اما يبطل تدخين عشان خاطره، عشان خاطر صحته، عشان ما يجيلوش نزله شعبيه وانسداد رئوي ولا قدر الله اورام والكلام ده. هو مش همه صحته، على الاقل همه طفل أولاده. مراته واولاده، يعني ولاده دول اغلى حاجه عنده. يعني ما فيش حد يدخن جوه البيت لو عنده حد عنده حساسيه. ده انا اقول لحضرتك حاجه تانية، يعني هنقول اللي بيدخن ده ممكن تجي له سد رئويه نتيجه تدخين. ده لو ست حامل وبتدخن، ابنها اللي هو مش هيدخن، هنفترض ان هو مش هيدخن بعد كده، ممكن يجي له سد رئويه لما يكبر، مش هو صغير، لما يكبر نتيجه ان والدته كانت بتدخن وهي صغيره، وهي قصدي وهي حامل فيه. فهو عشان كده مهم جدا ان احنا التدخين ده نقلع عنه على الاقل في البيت. يعني تمام. طب يا دكتور برضه نوضح نقطه تانية، لان في بعض الرجال بيحاولوا ان هم يراعوا ضميرهم شويه ويقول لك اصل انا بطفي سيجاره اول ما بدخل من البيت، مش بيبقى عارف ان ريحه الدخان ممكن تبقى في الايدين، في الهدوم، في الفم، فده برضه ممكن ياثر ازاي على الطفل او على الزوجه حتى لو هو طفى السيجاره قبل ما يدخل من باب البيت. هو بصي، يعني المشكله الكبيره هو التدخين داخل البيت، مش ريحه السيجاره. طبعا ريحه السيجاره في الايد وفي الهدوم والكلام ده، دي مش ممكن تاثر. دي طبعا اولا هنقول على الروائح الوحشه والحاجات دي كلها. انما لو بتاثر بنسبه قليله جدا. لان اكتر حاجات تسبب المواد، تطلع المواد الكيماويه، هي الدخان، والدخان في الجو.
أكتر ما بيكون في الهدوم أو في إيده أو في الكلام ده. حضرتك كلمت على نقطة مهمة، الروائح الكريهة بشكل عام، فإحنا برضو نتصرف إزاي؟ يعني الكمامة إحنا ممكن ما نقدرش نلبس كمامة خارج البيت، يعني منظرها بيبقى ملفت شوية. ما هي دي طبيعي للأسف الشديد، إنما لو واحد عنده حساسية وفي مثلا رايح حتة فيها دخان كتير، يعني واحد رايح وسط البلد، هو السباق دي مليانه دخان، ولان القاهره بقت كلها دخان، المفروض ان هو لو يعني المفروض لو عنده حساسيه لازم يلبس كمامه، ملهاش حل تاني. تمام. طب والبخاخات بقى، يعني هل بقى علاج الحساسيه مقتصر بس انه في بعض البخاخات او الادويه اللي بتوسع الشعب الهوائيه، ولا بيبقى يعني في تطور في علاج الحساسيه؟ او على الاقل مش هقول ان هي علاج، لان احنا اتفقنا ان هو مرض مزمن في البدايه، ولكن على الاقل اننا نهدي الحاله شويه اللي بتسببها الحساسيه. برضو زي ما اتفقنا في الاول، اهم علاج للحساسيه ان احنا نبعد عن السبب. بعدنا عن السبب يبقى لا محتاجين بخاخات ولا محتاجين علاج، والشخص يبقى الحمد لله بقى كويس كل حاجه. ما قدرناش نبعد عن السبب يبقى لازم نمشي على علاج بانتظام. ال 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 الربو الشعبي او حساسيه الصدر هي عباره عن التهابات في الشعب الهوائيه، يبقى علاجي للالتهابات الشعب الهوائيه هي ان انا اديله حاجه ضد الالتهاب. الحاجة الوحيدة اللي ضد الالتهاب هو الكورتيزون. طبعا كل الناس هتسمع كلمة كورتيزون تتخض وتترعب. أيوة. للأسف هو العلاج هو الكورتيزون. أنا ما أقدرش أدي الكورتيزون ده عن طريق الإقراص أو الشرب. ليه؟ لأن زي ما حضرتك عارفة الكورتيزون له أعراض جانبية شديدة وكتيرة ومشاكل كتيرة، ممكن يعمل سكر، ممكن يعمل ضغط، ممكن يعمل ضعف في العظام، الكلام ده كله. يبقى أنا أديه بطريقة اللي هي توصله للشعب الهوائية من غير ما توصل لبقيه الجسم. ازاي اوصل للشعب الهوائي من غير ما توصل لغايه الجسم؟ ان انا اوديه عن طريق البخاخ. يبقى العلاج الاساسي للربو الشعبي او حساسيه الصدر ان انا اديه عن طريق كورتيزون عن طريق البخاخ. وده مش مضر. طب انا استاذ حضرتك يعني نتوقف عند النقطه دي ونكمل موضوع العلاج، ولكن بعد ما ناخد اتصال من وسام من دمياط. الو. الو، اهلا بيكي حبيبتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال الدكتور حاجه؟ اتفضلي الدكتور معاكي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي نفسي بقاله فتره كده مش طبيعي، يعني اما باخد اخد نفسي احس ان حاجه كتمه، حاجه كتمه، وبحس اكتر ان الكتمه دي جايه من معدتي، يعني بحس ان معدتي اللي كاتمه نفسي. يعني لو انا نايمه بالليل علشان اخد نفس كويس او عشان اتساوب لازم اقعد، واقعد فين وفين على ما اخد نفس طبيعي، بعد كل كذا نفس اخد نفس طبيعي. طب حضرتك بيجيلك تزييق او تصفير صدرك؟ لا. بتحسي بحرقان او نار في صدرك؟ ممكن يا دكتور في معدتي، يعني مش عارف حضرتك في منطقه المعده كده. ممكن. ما هو ده يبقى اللي عندك ارتجاع في المعده، دايما الحامض اللي بيستحمله معدتنا لو خرج بره المعده يعمل مشاكل، بمعنى ان هو لو جه في المريء احس ان في نار في صدري، وصل لغايه زوري احس ان انا زوري بيوجعني، لو دخل جوه الشعب الهوائيه يبتدي يعمل لي ضيق في الشعب الهوائيه ويعمل لي النهجان اللي حضرتك بتحسي بيه. انا عشان اتفادى الحموضه دي والارتجاع، المطلوب ان انا الحاجات اللي هي بتعمل حموضه زي الشطه والفلفل والبهارات والسمين والمسبك ده ممنوع خالص. تاني حاجه ان الارتجاع يكتر لما اكون معدتي مليانه، يبقى ما اتعشاش وانام، فرق بين العشاء والنوم يبقى على الاقل ساعتين. الكلام ده فشل يبقى لازم اخد ادويه اللي هي بتقلل الحموضه. أنا بشكرك يا وسام، شكرا جزيلا ليكي. مشاهدينا لسه مكملين فقرتنا الحوارية الأولى، ولكن هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم من جديد. دكتور خالد أهلا بحضرتك مرة تانية. احنا توقفنا قبل الفاصل، كنا قبل اتصال وسام كنا بنتكلم على موضوع البخاخه، وحضرتك اتكلمت على ان الناس ممكن تسمع فكره الكورتيزون تتخض، ولكن حضرتك اتكلمت انه الكورتيزون عن طريق التنفس انه يتاخد بالبخاخه ده العلاج، خلينا نقول الاهم والاول في علاج الحساسيه. ايه تاني ممكن يخلينا يعني نساعد نفسنا نتكلم في موضوع العلاج؟ اولا عشان ياخد بخاخه مهم جدا يبقى عارف ازاي يستعملها، ولو البخاخه كورتيزون لازم بعد ما ياخد البخاخه يشرب ميه بعديها، لان هي مشكله البخاخه الكورتيزون ان هي ممكن تعمل فطريات في الفم، فمجرد ما نشرب شويه ميه يبقى شلت الكورتيزون اللي في الفم اللي هو او على اللسان. تمام. اللي هو ما عامل الكلام. احنا معانا البخاخه على الشاشه.
اتفضل يا دكتور. فهي يعني زي ما هو كده بيستخدم البخاخه، طبعا لازم يعني لو كنا عايزين نتكلم عليها بالتفصيل شويه، لازم البخاخه تترج قبل ما تستعمل، ولازم وانا بضغط اشفط. ليه؟ لان انا لو ضغطت وبس وما خشفتش، ما الدواء ما دخلش صدري، انا عايز الدواء يدخل جوه صدري، يبقى لازم وانا بضغط والدواء طالع اشفطه لجوه صدري، واشفط شفطه طويله قوي وصل لغايه جوه صدري. طب انا عايزه يشتغل اخرجه على طول؟ لا، لازم اكتمه واعد من 1 لـ10 وبعد كده اخرج الهواء. كده يبقى انا خدت البخاخه صح. انما انا اضغط 10 بخات والدخان بقى فوق في وشي ودخان حواليا من غير ما اخده، يبقى ما عملتش حاجه. يعني هي مشكله البخاخه ان انا لازم استخدمها صح. طب انا استاذ حضرتك تقول لنا الاستخدام الصحيح مره ثانيه. لو معانا بخاخه بنرجها الاول، نمسكها بالمشقلب زي ما الطفل ماسكها كده، نخرج الهواء اللي في صدرنا بشويش، ندخلها بقنا، نمسكها باسناننا وتضم عليها شفايفنا، نضغط، اول ما اضغط اشفط بشويش لغايه ما املى صدري هواء على قد ما اقدر، اكتم اعد من 1 لـ10، عديت من 1 لـ10 اخرج الهواء من صدري، وبعد دقيقتين اخد البخه الثانيه. ده المفروض نستعمله في البخاخه. انا خدت بخاخه الكورتيزون دي وما استريحتش، طب اعمل ايه؟ يبقى انا لازم ازود حاجه، مش ابطل بخاخه كورتيزون، لازم ازود حاجه مع بخاخه كورتيزون. حاجه من الاثنين، يا اما ازود موسع للشعب طويل المفعول، او ان انا ازود راس اللي هي ضد الليكوتراين. الليكوتراين دي هي ماده من المواد اللي بتسبب الحساسيه، فانا لو خبطتها ممكن الحساسيه تقل، فيبقى اختار طريق من الطريقين، يا اما ادي راس اللي هي انتي ليكوتراين او ضد الليكوتراين، او ان انا ادي اللي هو موسعات للشعب طويله المفعول مع الكورتيزون. يعني مش هوقف دواء دي، ده لا، ده الحديد فشل، يبقى بدي الاثنين مع بعض. تمام. لو فشل بقى يبقى احنا هنا دخلنا في يعني ايه، في مشكله كبيره شويه. لازم اراجع نفسي، هل اللي عندي ده حساسيه ولا مش حساسيه؟ لحسن تكون دي مش حساسيه وانا عمال اعالج حساسيه وحاجه تانية، زي ما اللي هي الوسام اللي قالت لي ان هي تعبانه والكلام ده وقطع متعالج انها حساسيه وهي ارتجاع. هل في سبب تاني ولا هل في سبب في البيت وانا مش شايفه بيعمل لي الحساسيه، او في الشغل وهو اللي بيعمل لي الحساسيه؟ يبقى احاول ابعد عنه. لقيت ما لا في سبب في الشغل ولا سبب في البيت ولا في امراض تانية هي اللي عمليه تشبه الكلام ده، يبقى في الحالة دي لازم أزود حاجات تانية. سبب الحساسية إن هي أو الحساسية لما في حاجة تدخل لي بشمها بتسبب لي بتزود لي أجسام مناعية اسمها أجسام مناعية هي أو أي جي إي، يبقى لازم أدي حاجة ضد الأي جي إي دي. لو أديت حاجة ضد الأي جي إي دي إن شاء الله العيان يبقى كويس. إن شاء الله. مشكلتها إن هي غالية، وعشان كده زي ما اتفقنا بنخليها في الآخر، ما بنخليهاش في الأول. 99% من الناس مع اللي احنا قلناه بيخفوا ويبقوا كويسين والحمد لله، بينتظموا على علاج كويس قوي. لو فشل لو هو ده بقى اللي ايه، احاول اديله اللي هو الاجسام المناعيه او ضد الاجسام المناعيه اهي. تمام دكتور. طب هو سؤال ممكن يجي على بال الناس كده، لو واحد قاعد قدام واحد عنده حساسيه، ممكن الحساسيه تكون معديه ولا لا؟ لا، الحساسيه مش معديه، لان اللي عنده حساسيه ده بيستنشق حاجه اللي هي مفروض طبيعيه مع اي شخص عادي. يعني كلنا بنشم ورده، واحد لما يشم ورده ينبسط، اللي عنده حساسيه من الورد ممكن تيجي له ازمه، وبالتالي هي نتيجه علاقه الشخص اللي عنده حساسيه بالماده اللي بتسبب الحساسيه. انما الشخص اللي عنده حساسيه ده ما يعديش، لانه ما عندوش ميكروب، ما عندوش فيروس يقدر يتنقل لحد تاني. العلاج حضرتك اتكلمت عليه، وخلينا نقول ان ده العلاج الدوائي. هل علاج الحساسيه ممكن نستخدم فيه الجراحه، او اننا نستخدم مناظير الشعب الهوائيه، ده ممكن يندرج تحت اسم جراحه ولا لا؟ هو العلاج بالجراحه كان في وقت من الاوقات كان منتشر جدا، انما للاسف الشديد سبب فشله. وبالتالي يعني الاول ليه؟ لان مثلا اللي بيسبب الضيق في الشعب الهوائيه في اللي هو الفيجاس نيرف، او اللي بنسميه العصب الحائل، فقال لك طب ما نقصه فما يحصلش دي. لا، لان احنا عندنا كذا اعصاب تانية بتشتغل على الشعب الهوائيه، وبالتالي ما بقاش له نتيجه كويسه. هو دلوقتي في يعني كلام بيتكلموا جديد عليه، على اللي هو المناظير الشعب الهوائيه، بان انا ادخل بالمنظار. هو انا ايه سبب السبب الحساسيه؟ الحساسيه سببها التهاب بيسبب لي ضيق في الشعب الهوائيه، والعضلات بتاعت الشعب الهوائيه بتبقى تخينه قوي،
ومنقبضه بحيث ان هي بتضايق الشعب دي. طب هم فكروا قالك طب ما العضلات التخينه دي اللي هي منقبضه لو احنا حاولنا نضعفها او نكسرها هل دي تجيب نتيجه؟ فهو بيدخل بالمنظار وبعدين بيدخل من خلال المنظار حاجه تكوي العضلات من غير ما تاذي الشعبه. واخده هيك؟ فتكويها يبقى احنا ما قدرناش ان احنا نعالج الشعب يبقى او العضلات دي يبقى بنحرق العضلات دي وبالتالي الشعب توسع والعيان يبقى يتنفس كويس. دي لسه حتى الان في مرحله التجربه وليس لمصر. لسه دي ما بقتش التطبيق العام بالنسبه لنا، انما هي في مرحله تجربه الى حد ما ناجحه يعني. طب حضرتك شايف ان الموضوع ده لو تم تطبيقه بقى بالشكل الفعلي هيكون مكلف ولا لا؟ ما هي دايما اي حاجه بتنزل جديده بتبقى في البدايه بتبقى مكلفه، غاليه جدا، لان بتبقى الشركه المكتشفاها هي اللي متحكمه في سعرها وبالتالي بتبقى غاليه جدا. لغايه ما يعني دايما اي دواء ينزل جديد بيبقى لمده 10 ل 15 سنه ممنوع ان حد تاني ينتجه. بعد 10 15 سنه الدواء بدل ما بيبقى سعره كذا بينزل للربع ولا العشر. ليه؟ لان خلاص اي شركه بتنتجه بالتكلفه بتاعته مش بتكلفه الاكتشاف وتكلفه الابحاث اللي اتعملت قبل كده. بما اننا يا دكتور اتكلمنا على فصل الصيف بشكل كبير واتكلمنا على تدخين، في برضو مشكله تانية ممكن تقابلنا بقى في الاماكن العامه، مش بس على تدخين السيجاره ولكن الشيشه. لو قاعدين في الكافيهات والناس بتحب تسهر وتنزل وتتفسح وبتقعد ساعات طويله في الكافيهات، والحقيقه دلوقتي انا بقيت اشوف ان في بعض الكافيهات يقول لك سموكينج ولا نو سموكينج، اماكن مخصصه للتدخين ولا لا، بس ده مش موجود في كل الكافيهات. ده تاثيره ايه بقى على الناس العاديه اللي هي لا حول لها ولا قوه وما بتدخنش، ولكن هي قاعده بتستنشق نفس الهواء الملوث بالشيشه؟ برضو للاسف الشديد الشيشه دلوقتي بقت موضه وبموضه، واحنا رمضان جاي ورمضان بعد الفطار وكله للاسف. حتى زمان ما كانش في ستات بتدخن، دلوقتي الستات بقت بتدخن شيشه وبتدخن شيشه في الكافيتريات عادي، وبقت حاجه للاسف الشديد بقت معتبرينها حاجه طبيعيه وحاجه ما فيهاش مشكله. لا، الشيشه ليها مشكله على الشخص نفسه ومشكله زي ما حضرتك بتقولي على الناس اللي حواليه. الناس اللي حوالينه زي ما اتفقنا لو شخص من قاعد في الكافيتيريا ده وعنده حساسيه ممكن الحساسيه دي تجيب له ازمه حاده، يبقى انا اذيت شخص تاني. او ممكن الدخان ده يعني بيسبب له نزله شعبيه حاده وممكن يتحول نزله شعبيه مزمنه، وبالتالي هو بيأذي للشخص اللي هو ما بيدخنش وجاي الكافيتيريا يشرب حاجه او مجرد يغير جو والكلام ده كله. بالزبط. المشكله الثانيه بقى ان الناس كلها بتقول ما الشيشه لما بتنقل من شخص لشخص ممكن تعدي وتعمل لنا عدوى. طيب ما انا بدل ما كده بقى طالعين موضه ان هو يجيبوا مبسم. أيوة. وكل واحد يغير المبسم او يجيب لي وبقى في اللي الطبي لي يقول لك ده لي ده بتاعك وخده ليك وده يبقى تبعك ومش عارف ايه. لا، هو انت دلوقتي لما بتاع الميكروب يعني بيجي عند اللي ويقف، ولا ممكن يدخل في الميه ويدخل في نفس الازازه نفسها ويدخل لغايه الازازه، وبالتالي هيجي حتى لو انا رميت الميه، هو بيرمي الميه ويغلي الشيشه ما بيغليهاش او ما بيعقمهاش، وبالتالي الشيشه مليانه ميكروبات. استحاله ان هو هيغير الميه على كل فرد. ممكن يغير الميه بس يعني على الاقل مش هيغلي الازازه، مش هيغلي الشيشه نفسها، مش هيغلي الشيشه، واخد حاجه؟ وبالتالي الميكروبات ممكن تتنقل من شخص لشخص. طبعا من الميكروبات المشهوره قوي يعني طبعا ممكن التهاب رئوي يتنقل، انما الاكثر من كده الدرن. يعني الدرن رئوي، وده للاسف الشديد من اسباب انتشاره اللي هو الشيشه. ان واحد عنده درن رئوي وراح يشرب شيشه يبقى ممكن يتنقل منه لكل واحد بيشرب شيشه. وبعدين مشكله الدرن ايه؟ ان حضرتك هنفترض ان انا مريض في الشارع، هل ممكن يعدي واحد ماشي جنبه؟ صعب. ليه؟ لان في شمس، الشمس بتموت ميكروب بسرعه، انما اللي جوه الشيشه دي مكان مغلق ما فيهوش تهويه، ضلمه، ممكن الميكروب يقعد في الشيشه دي 6 اشهر. معقول؟ يبقى كل واحد بيشرب شيشه لمده 6 اشهر ممكن يتعدي بالميكروب الضرر. بالظبط. دكتور استاذن حضرتك ناخد اتصال من محمد من الدقهليه. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس اسال الدكتور سؤال مش عن الحساسيه، سؤال طلع عن التجوف الرئوي يعني. اتفضل. لو سمحت يا دكتور. لو سمحت اللي هو التجوف الرئوي دي بقى ناتج عن ايه؟ لا يعني ايه تقصد بالتجوف؟ اللي هو كان عامل منظار وقال له تجهف او تجوف في الرئه. يجوز تكهف مش تجوف. التكهف تمام، ده بينتج عن ايه حضرتك؟ واخد بالك؟ هو التكهف في الرئه يعني معناها ان الرئه عندنا مفروض ان هي فيها الحويصلات هوائيه، الحويصلات الهوائيه دي حاجات فراغات صغيره قوي
بتساعد دخول الاكسجين للدم وخروج ثاني الاكسيد الكربون من الدم للبتاع. لو انا تصورت ان الفراغات الصغيره دي حصل فيها تكسير وكونت فراغ كبير، الفراغ الكبير ده هو اللي بسميه تكهفات. التكهفات دي بتحصل في امراض كتيره، يعني مثلا هنفترض نرجع تاني للتدخين، واحد بيدخن بقاله 40 سنه، طبعا تدخين 40 سنه دي حاجه مؤذيه، هتكسر الشعب الهوائيه وتكسر لي الايه الحويصلات الهوائيه دي. انا بشكرك يا محمد، اسمع المعلومه بشكل اكبر من دكتور خالد من التلفزيون، بشكرك شكرا جزيلا ليك، اتفضل يا دكتور. فبالتالي تكسير الحويصلات الهوائيه دي يعمل لي فراغات كبيره بنسميها تكهفات، ودي بتؤدي بالنسبه ده بنسميها انتفاخ الرئه او سده رئويه، دي بتؤدي الى ان مساحه التنفس اللي انا باخدها المسح الحويصلات الهوائيه مساحتها تصوروا ان هي مساحه ملعب تنس، يعني حوالي 80 متر. 80 اللي بيحصل له تكهفات دي بتنزل من 80 متر ل 10 متر، وبالتالي ما يقدرش يتنفس، بيبتدي يلهف. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو واحد عنده مرض مزمن زي الدرن وزي التمددات الشعبيه بيبقى عنده تكهفات، دي بتبقى تكهفات بقى بتسبب لنا التهابات كتيره والتهابات مزمنه، والشخص ده بيجي له التهابات متكرره باستمرار. تمام. دكتور مش هينفع حضرتك تكون موجود معايا وما اسالكش على موضوع الانفلونزا وعلاقتها بالحساسيه، يعني في بعض الناس، انا شخصيا حصل لي كده، جالي دور برد مزمن، فضلت تعبانه مثلا ساي 3 شهور، وفي الاخر لقيت ان عندي كحه مزمنه جدا جدا جدا، رحت لدكتور امراض صدريه وكان الحقيقه الوقت ده منتشر الموضوع البرد بشكل كبير. قال لي لا، لا قدر الله كان ممكن لو ما لحقتيش نفسك، والكحه ما كنتش بعرف انام منها، لو ما لحقتيش نفسك كان الموضوع ممكن يقلب بحساسيه. فهل ممكن انسان يبقى ما عندوش حساسيه ويصاب بدور برد ويشتد عليه المرض وبعد كده يبقى مريض حساسيه؟ هي بصي برضو خلينا نفرق بين انفلونزا ودور برد. انفلونزا اللي هي الحراره 40 وجسم مكسر ومش قادر اتحرك، دي الانفلونزا. ادوار البرد اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هو زكام وزوري يوجعني ويقعد اسبوع ويخف. لما هو انا لما بيجي لي دور برد ايه اللي بيحصل؟ ان انا مناخيري بترشح. ليه بترشح؟ لان الغشاء المبطن للانف بيتشال، زي ما بيتشال في الانف بيتشال في الشعب الهوائيه. لما يتشال اعصابي، الاعصاب اللي هي تحت اللي هي تحت الغشاء المبطن دي بتبقى ايه؟ متعرضه للجو. بالظبط زي بالظبط هنفترض ان انا عندي الجلد ده. الجلد ده انا لمسته مش يعني حاسس بس بايدي، انها مش هتوجع. لا قدر الله لو انا متعور ولمست جرح مش هصرخ؟ أكيد. ليه؟ لأن الأعصاب ظهرت. نفس الكلام، إن أنا لما بيجي لي دور برد والغشاء المبطن بيتشال الأعصاب بتبقى ظهر، الهواء اللي داخل يبتدي يخلي الشعب الهوائية متوترة. لما تبقى متوترة تشعري أنت بالكحة اللي حضرتك بتقوليها. في بعض الناس الكحة دي بتبقى زيادة قوي، المفروض دي تقعد أسبوع وتخف، لا بتكتر، بتقعد لمدة شهر أو شهرين، وبالتالي ده لازم أتدخل عشان أرجع تاني الغشاء المبطن يرجع لطبيعته، وبالتالي امنع ان الكلام ده يحصل. لكن دي بتبقى حساسيه غالبا بتبقى حساسيه مؤقته. ومع العلاج بتروح وما ترجعش تاني ان شاء الله. تمام. طب يا دكتور، هو ضروري لو الاب والام يعني واحد فيهم عنده حساسيه لازم الطفل يبقى عنده؟ يعني في حاجات، في امراض معينه بنقول لو الاب او الام او الاثنين عندهم لازم الابن يحصل. لا، لو الاب او الام عندهم حساسيه ممكن جدا الطفل يحصل له وممكن ما يحصلوش. يعني نقول مثلا في 20% من اللي عندهم حساسيه اولادهم ممكن يحصل لهم حساسيه، انما 80% ما بيحصلش. ما بيحصل لهمش. طيب دكتور، انا طبعا بشكرك على المعلومات القيمه دي، ولكن عايزه الم كده المعلومات الجميله دي في كام نصيحه تنصحهم لمشاهدينا تحديدا في فصل الصيف عشان يتجنبوا تماما مخاطر الحساسيه والاعراض اللي ليها علاقه بامراض الصدر. هو يعني نمره واحد زي ما اتفقنا، التغييرات المفاجئه في درجه الحراره، ما بقاش جاي عرقان من بره وادخل على مروحه او تكييف، ده مهم جدا. نمره اتنين، استعمال الشيشه واستعمال يعني بطريقه يعني مفروض الشيشه بتضر على المدى الطويل، انها ممكن تضر الشخص اللي عنده حساسيه وممكن تنقل امراض معديه. التالت حاجه اللي احنا قلناها، موضوع ان انا لو انا رايح اصيف وفي شقه مقفوله لازم الشقه دي قبل ما اروح تتهوى وتتشمس قبل ما اروح هناك.
تمام، معلومات سهلة ونصائح بسيطة إن شاء الله نقدر كلنا أن ننفذها. الأستاذ الدكتور خالد عيد، أستاذ الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك يا دكتور، نورتني. ميرسي جدا. مشاهدينا أتمنى لكم كل الصحة وكل العافية، وأي حد عنده حساسية أو أعراض بسيطة لأي أمراض خاصة بالصدر يخلي باله جدا. وست البيت، أوعي أوعي تهملي في نفسك، حتى لو كنت في المطبخ وعندك حساسية مش هينفع، ما تقفيش في المطبخ، على الأقل البسي كمامة، البسي جوانتي، حافظي على إيديكي، اهتمي بنفسك واهتمي بصحتك وصحة أطفالك، عشان دايما يا رب تكوني بألف خير. مشاهدينا دي كانت فقرتنا الحوارية الأولى.